هذا الفيديو هذا مهم للناس اللي ما عندهاش الباك وجات القرعه، والناس اللي باغا تدفع للقرعه وما عندهاش باك. مهم هذا الفيديو هذا، حاول تبارطاجيه مع شي واحد الا ما عندوش الباك ولكن عنده واحد الاكسبيريونس. غادي نهضروا على انواع ديال الاكسبيريونس اللي مطلوبه في ميريكان، واللي الا كانت عندك غير دفع للقرعه. هذا الموضوع هذا ما غاديش يعجب الناس اللي عندهم الباك. علاش؟ لان هذا العام هذا كيظنوا بان بزاف من الناس اللي ما عندهمش الباك هما اللي دفعوا، وخلاو ان المغاربه بزاف ما تجيهمش قرعه الى اخره. زعما كاين واحد شي شويه ديال التعنصير ما بين الناس اللي عندهم الباك والناس اللي ما عندهمش الباك، هذا هو الواقع. ولكن في الحقيقه راه الا ما عندكش الباك راه كاينه واحد البوسيبيليتي بانك تمشي الميريكان بالقرعه، ما نكذبوش على الناس. وهذا الشيء راه بالدلائل وبسميتو، راه ما غاديش نجي نقول لكم شي حاجه ما كايناش. وكاع انا هادشي اللي غادي نقول غادي نبارطاجيه معكم في الجنب هنايا، غادي نبارطاجي معكم بعض الاشياء منه. ومن غير هادشي كاع تقدروا تقلبوا، راه ماشي شي حاجه ما كايناش. بغيتي تتاكد من هاد المعلومه اللي غادي نبارطاجي معكم، قلبوا في الانترنت، راه عطا الله السورسز ديال هاد المعلومه هادي. اذا فاش غتبي تدفع للقرعه شنو كيقول لك؟ كيقول لك خاص يكون عندك الباك ولا ايكويفالنت، ولا ايكويفالنت شي حاجه بحالو، ولا يكون عندك على الاقل واحد عامين في كواليفاين ورك اكسبيرينس. كواليفاين ورك اكسبيرينس على حسب البروفيجنز ديال يو اس لا، القوانين ديال الميريكان كيديروا واحد ليست ديال الخدامي اللي كواليفايد، اي كواليفايد انهم مؤهلين باش تدفع لهم انت، يا اما عن طريق ليبر ديبارتمنت واقيلا، يا اما الى لقى لك شي واحد خدمه، شي واحد بغى يسبونسوريزيك ويجيبك الميريكان عن طريق كونترا ولا شي حاجه. الى كنتي في هذوك الكواليفاين ورك اكسبيرينس كتجي، الى كنتي جاتك القرعه وانت من دوك الليست راه انت مقبول. الحاجه اللي مزيانه وخايبه غنذكرهم بجوج. الحاجه اللي خايبه هو معظم هاد الخدامي اصلا بالباك، باش نكونوا واقعيين. غادي نبارطاجي معكم هنا الصوره ديال بعض الخدامي اللي كاينين واصلا بالباك، بزاف منهم انجينيور الى اخره، هادو بالباك. اذا الا عندك باك ما علاش غدير هاد كواليفاين ورك اكسبيرينس؟ زعما ما لها حتى معنى، باش نكونوا واقعيين. ولكن الحاجه اللي ما كيديفها حتى شي واحد، ما كيديها فيها حتى شي واحد، هو كاينين واحد الخدامي اللي معروفين في المغرب بلا باك، وبزاف ديال الناس كيديروهم، ومع ذلك ما كاينش ماليا ما كيدفعوش. واخا كيدفعوا تجيهم قرعه كيقول لك انا ما عنديش الباك، لا غادي نمشي نخسر غير الفلوس الى اخره. الا جاتك القرعه وما عندكش الباك، قلب على المهنه ديالك واش كاينه في هذا الكواليفاين ورك اكسبيرينس اللي مطلوبه في اليو اس لا، باش تكونوا واقعيين. من بينهم عندكم شي حوايج قلال، كاستم وقيلا شكون هو اللي شفت بزاف. غادي نحاول نبارطاجي معكم الخدامين هنايا اللي بلا باك، بحال مثلا فوتوغراف، ولكن خاص تكون عندك ورك اكسبيرينس ديال عامين باش تكونوا واقعيين. اخوان راه بزاف ديال الخدامي مطلوبين في ميريكان بلا باك في القرعه، راه ما تحتاجوش الباك، وبزاف ديال المغاربه كيديروهم وما في خبرهمش. قلبوا في لا ليست، انا دابا ما قديتش نبارطاجي معكم ليست. علاش؟ لان فيها اكثر من شي، شنقول لكم، اكثر من شي 200 خدمه، 200 خدمه. خاصك تغربل مزيان باش تلقى الخدمه ديالك تما، باش تلقى الدبلوم ديالك تما. بعض المرات خاصك تجيستيفيه ما بالدبلوم، مثلا حنا غنقول مثلا شي واحد سيدي ميكانيك، ياك وميكانيك كاينه في هاد الليست لقيتيها، خاص يكون عندك دبلوم ديال ميكانيك وعامين ديال الخدمه. الا كنتي خدام مثلا مع رونو، هذا غير مثال، خدام مع رونو وانت عندك الدبلوم بانك خدام مع رونو، راه مثال انا تنقول، راه عندك عامين بانك خدام، راه دايز. نعطيكم مثال واحد اخر، اثلاريك ترينر مثلا، شي واحد مدرب ديال المينيمس كاردي شي حاجه بحال هكا، وعنده الورك اكسبيرينس، اي انه عنده باش يبروفي، عنده باش يبين بانه راه فايت مدرب ديال الرياضه. وكاين بعض المرات اللي مدربين ديال الرياضه بلا ديبلوم، وكاين مدربين ديال الرياضه بالديبلوم. الناس اللي فاتوا كانوا في واحد الرياضه ما مثلا
الزراعه ولا شي حاجه بحال هكا وعندهم القاب وداك الشيء ولاو مدربين ودوزوا مثلا اللايسنس ديال هادي، راه واخا ما عندوش الباك هذا راه مطلوب هذا. واخا كتبان لكم هاد المهنه ديما زعما ما مطلوباش في المغرب، ولكن في امريكا راه مطلوبه بزاف. هاد الترينر مطلوبه بزاف، لان علاش؟ لان كاين ترينر في في الليسي، كاين ترينر في الميدل سكول اعداديه، كاينه في الجامعه، كاينه في الابتدائي، كاينين كلوبس. انا تنهضر على هاد القنت هذا اللي فيه انا. طلب على مدرب كاينه بزاف الاخوان، طلب على مدرب ما يمكنش تخيل شحال. كنهضر على بزاف ديال الرياضات ومنهم الكره ومنهم بزاف ديال الحوايج. سو هنايا الطلب كاين. قلنا شكون اخر؟ المهم الليست طويله، انا كنت باغي نشوف الليست زعما الا كانوا شي خمسه ولا هادي مهمين، حتى لقيت الليست طويله. ومن بين هاد الليست وهاد الخدمه هادي اللي جاتني غريبه هو خياط. انا ما كانش خباري بان غيكون طالب على خياط. تخيل معايا خياط ديال الكوستيمات واقيله على الطالب. شو على بلان كي داير؟ سو الناس اللي جاتهم القرعه، الناس اللي جاتهم القرعه وما عندهمش الباك، قلبوا مزيان في الليست ديال الوركينغ كواليفاين وركينغ اكسبيرينس في اليو اس لو. قلبوا شوفوا واش الخدمه ديالكم. الا كانت انا كنفضل نخسر، حيت شحال واحد اللي ما كتجيش الباك كيخاف كيقول لك غادي نخسر زباله ديال الفلوس. انا كنفضل نجرب حظي وعندي عامين ديال الاكسبيريونس وما عنديش باك، عندي عامين ديال الاكسبيريونس نجرب حظي ونختار دوك الفلوس والدلائل. فاش غادي نمشي للانترفيو غتقول له راه قلبت لقيت بانها شنو كاين واشنو كاين في الليست ديال سميتو، وانا راه عندي هاد العامين، عندي هادي راه البروف، راه الناس راه ما راه ماشي حيت راه ما يحملكش هذاك القنصل ولا هذا اللي ولا هذاك ديال ضابط الهجره ولا هذا غيتسيف عليك ولا راه داك الشيء راه القوانين. الا كانت في الوراق راه ما عنده ما يدير لك. الا كانت عنده في الوراق بان هذيك الخدمه مطلوبه واخا تكون عابطه مثلا، ماشي كاينه شي خدمه عابطه، سمحوا لي على هذه الكلمه، شي خدمه ماشي مطلوبه بزاف كاع في المغرب وما مسوقينش لها المغاربه، وكاين طلب بزيد في ميريكان، راه غادي تدوز. خسر دوك الفلوس دزتي راه مرحبا، راه ريسكيتي، ما دزتيش هانيه. ولكن ماشي اي واحد ما عندوش باك يمشي يدير هاد اللعبات، فقط الناس اللي لقاو الخدمه ديالهم كاينه في الليست. ما لقيتيش الخدمه ديالك في الليست بلا ما تعذب راسك. اسمحوا لي الناس اللي عندهم الباك ما غايحمل ما يعجبكمش هذا الشيء، لان غادي تزادوا الناس اللي غادي يدفعوا عاوتاني العام الجاي، غادي تزادوا. والناس اصلا اللي دافعين دابا ما عندكش اكسبيرينس، باش نكونوا واقعيين ما عندكش اكسبيرينس، ما خدامش اصلا وما عندك لا اكسبيرينس لا خدمه لا باك، ما تدفعش. وهذا الشيء راه قلتو ذاك العام، والله الا قلتو ذاك العام قلت بان ما فهمتش انا علاش بنادم علاش كتدفعوا. هذه الاولى، علاش كتدفع وانت ما عندكش الباك وما عندكش اكسبيرينس، ما عندكش تجربه في التخدمه؟ اشنو باغي دير؟ انا ما فهمتهاش هذه بالضبط، شنو كتقصد؟ ولكن هذه الحاجه خصكم تعرفوها. هاد الناس اللي كيدفعوا واخا ما عندهمش الباك راه ماشي هاد العام هذا ولا العام اللي داز، وسنوات سنوات والمغاربه كيدفعوا واخا ما عندهمش الباك وما عندهمش اكسبيرينس، وسنوات ديال الناس اللي كتجيهم قرعه وما عندوش باك وما عندوش اكسبيرينس وما كيمشيش وما كيضيعش بلاصه كما كتخيلوا نتوما. حيت شحال واحد كيقول لك دابا هو واحد ضاع، هو ضيعنا حنا، ما ضيع حتى واحد. علاش؟ لان العدد ديال الناس اللي تهزوا راه تهزوا اكثر من 55000 اللي باغيين. اذا هو ما عندوش الباك راه غادي يدوز واحد اخر عنده الباك، اللي عنده الكيس نمبر طالع فقط. راه ماشي ميريكان بغات 55000، ولكن حيت الناس كيدفعوا ما عندهمش الباك غادي تدغي 10000 وهذوك الناس ضاعوا. لا، راه تيهزوا اكثر باش يضمنوا ان اللي فيهم. ولا لهذا علاش هما بالضبط، خص كل انسان شويه ذكي، علاش هما كيهزوا اكثر من داكشي اللي باغيين؟ اهلا ود بحال هادشي، حيت هادشي راه كيوقع من شحال هادي، راه ماشي اول مره، راه ماشي اول مره الناس اللي كيدفعوا ماشي كواليفايد وجاتهم القرعه. ماشي هاد العام هذا، راه اعوام. وهذا الشيء راه عرفوه هما دوك اللي كيديروا الهجره، راه عرفوه من قبل وبريباراو ليه بهذه الفكره هذه، انهم كيجيبوا عدد كبر من داكشي اللي باغيين
والقضية كتغرب من بعد فقط. إذن ما نقدرش نقولوا هذه الفكرة هذه. المهم نتمنى الناس اللي جاتهم قرعة وما عندهمش الباك ما كنوش عاوتاني مع نصرين عاوتاني بعضياتنا. ما عندكش الباك وما عندكش الباك وعندك اكسبيرينس قلب على راسك، شوف واش المهنة ديالك كاينة ومطلوبة، هذه الأولى. حاجة الثانية شوف حتى الدبلوم، إلا عندك شي دبلوم شي مجال كيما كان ما تحقرش شي دبلوم، والحلاقة قلب عليها، حلاقة أي دبلوم قلب شوف واش كاين مطلوب، ما تحقروش، ما تقولش لا الدبلوم هذا ما يدير لي والو لا ما مطلوبش، لا قلب. فاش تقلب وتلقى، فاش تقلب وتلقى دفع زعم، غتخسر فلوس زعم. بالنسبة للناس اللي العام الجاي غادي يدفعوا ما عندكش باك، دخل قلب واش المهنة ديالك كاينة، إلا كاينة دفع، ما تسوقش لديك الهضرة ديال وتتزاحمونا وانتم عندكم الباك وانتم ما هادي، ما تسوقش لهاد الهضرة هادي، لا ما عندكش الباك أخوي ما تدفعش، ما فهمتش أنا على كل شيء ولا كيفهم، ما عندكش باك وعندك إكسبيرينس مطلوبة دفع أخوي، هادشي اللي نقول لك. الناس ديال الباك سمحوا لي زدت عليكم هادشي اللي كاين، ولكن ما نكونوش عنصريين بعضياتنا، تهلاو ليا فراسكم وسي يو نيكست تايم.